طفلة ما تعرفيش تمسكي نفسك، كانت هي اللي تنظفك. اللي لما كبرت دلوقتي انت مش عايزة تنظفيها، يا ما شلتك وكنت عياطة ورخمة في عياطك واستحملت هي الرخامة دي. النهاردة انت بتقول عليها كبرت وخرفت، ما انت اسم الصليب، كنت وانت طفلة كلك تخاريف مش عارفة. طب ما عندك طفل وشوفي بيعمل فيك ايه. وعلى فكرة زي ما انت مش دريانة انت عملت في امك، لانك ما كنتيش تستوعب الكلام ده زمان. هو برضو النهاردة مش مستوعب انك انت حياتك كلها اتظبطت والبيت كله اتظبط على مين؟ على الطفل. انت الاشبين بتاعه، اللي زي ما بترضعيه وتاكليه. مره كنت بترضعيه من مشمتك، من دمك، يعني تاكلي انت وتهضمي، ولو مالكيش نفس تاكلي برضه. ليه؟ عشانه. وانت بترضعيه تاكلي وتهضمي وتنزلي له كل شيء في صوره لبن. ايوه، وانت بترضعيه اللبن وانت بتغذيه من دمك او من لبنك، لازم تفهم انك لازم تغذيه بالايمان. ايوه، مسؤولة عن خلاص طفلك، مسؤولة. علشان كده لما بيقول هو ذا امك وبيهتم بالامومة من فوق الصليب، لان الامومة جزء من خلاص البشر. والتعليم في الصبا وتحفيظ الآيات وإنك تهتم بأكله وشربه ولبسه وتعليمه وصحته وإيمانه، أنت المسؤولة أمام الله عن إيمانه. وأنت أكتر واحدة هتكافئي أمام الله نتيجة إيه؟ إيمانه. فلازم تفهم الكلام ده وتدركي إن من فوق الصليب المسيح اهتم بالأم، وإحنا برضو عايزين نهتم بأمهاتنا ونهتم بأولادنا. أنا مش هتكلم عن الأم بصراحة، أنا نفسي أكلمكم عن الحلم، الحلم الروحي. نفسي يكون عندنا أحلام روحية. أحلام إيه؟ روحية. عندك ذهب؟ عندك ذهب. فاكره الذهب بتاع زمان غوايش مش كده؟ لا، بس عايز اغير واجيب مش عارف ايه علشان مش عارف ايه. عندك شقه؟ عندي شقه، بس انا في الشارع اللي جوه، عايز اطلع على الشارع اللي ايه، اللي بره. عندك شقه في الشارع اللي بره؟ لا، نفسي في واحده دوبلكس على النيل. اسم الصليب عليك. احلامك كبيره انت. عندك عربية؟ عندي عربية بس مانوال، نفسي اغيرها ايه؟ اوتوماتيك، الحمد لله. عندك اكل؟ عندي اكل حلو بس عايزة ايه؟ احلى. على فكرة حلو ان الانسانة تكون عندها طموح واحلام، لكن كمان لازم يكون عندنا طموح ايه؟ روحي. طموح ايه؟ روحي. طب الحمد لله انا حققت كتير من احلامي. يا عندنا واحد هنا من اكثر الشخصيات اللي حقق طموحات واحلام، داود الملك حقق احلام رائعة. داود كان عايش في قرية صغيرة اسمها بيت لحم. طلع من القرية دي كان بيرعى الغنمات. كان لما ابوه يدعي اسقف كبير يجيب العيال كلهم وما يجيبش مين؟ داود، لانه كان الصغير. ويقال ان امه كانت موابية، فلا يدخل موابي ولا عموني في جماعة الرب لجيل الثالث والرابع، فما ينفعش داود. مش عايز اقول لكم ايه الاحلام اللي حققها.
الانتصار ماشي، مسح ربنا ملك ماشي، الاغاني اسم الصليب كان واد اشجراني مع حلاوة العينين، البنات بتعكسه، يمسك الربابة والعود يعزف بيها، يدوب القلب، يألف شعر، يطرب، يلحن، يمسك السيف يقاتل، اوعى ما حدش يقف قدامه. تبص تلاقي داود ده مش شخص واحد، حتى دايما نقول اصعب شخصيتين في العهد القديم تذكريهم موسى ومين؟ وداود. واصعب شخصيتين طوال في العهد الجديد المسيح وبولس، ايه؟ القديس بولس الرسول. فتبص تلاقي داود ده مدرسة عظيمة. داود عنده ايام اسمهم السبع ايام الكبار في حياة داود. يوم زي يوم جوليات، ده يوم من الايام الايه؟ الكبيرة. يوم زي اليوم اللي اتمسح فيه وهو بيعدي الأردن عشان يمسح، ده يوم من الأيام الايه؟ الكبيرة. يوم اللي قعد فيه التابوت بعد كم سنة؟ بعد 70 سنة غياب، ده يوم من الأيام الايه؟ العظيمة في حياة داود. في أيام كده اسمها الأيام الكبيرة والأيام العظيمة. يوم زي اليوم اللي واجهه مين؟ نسان النبي بخطيته، فسقط كده على وجهه وبكى وألف لنا المزمور الرائع. الكنيسة بتصلي في مقدمة كل صلاة لما بتقول ارحمني يا ايه؟ ففي أيام اسمها الأيام العظيمة، وأنا اليوم أمام أحد هذه الأيام العظيمة اسمه يوم الانتداب. يوم ايه؟ رد علي يرد عليكم المسيح لما تصلوا، رد علي اجبر بخاطري يجبر بخاطركم ربنا. قولوا مع طب يا اختي ما تقولي من الاول، انت تسكت تيجي في الاخر تزعج فيا. ها قولي من الاول. ها يوم الايه؟ يوم الانتداب. يوم الانتداب ده اكتر يوم في تاريخ شعب الله على الاطلاق الناس قدمت فيه عطايا لله. اكتر يوم، ما فيش يوم تاني قدموا فيه عطايا مثل هذا اليوم. حتى يوم خيمة الاجتماع لما موسى قال خدوا من كل من يحس قلبه، ما كانش كم العطاء زي ايه؟ ها يوم الايه؟ الانتداب. مين شغالة في الحكومة هنا؟ يعني ايه منتدبة؟ يعني ايه مندوب؟ ايوه، بتقبض من مكان وموظفة في مكان وجزاءتها من مكان ومعاشة من مكان، لكن المكان ده بيندبها ان الطاقة بتاعتها والشغل بتاعها يبقى في مكان ايه؟ في مكان اخر. يعني ننتدب لله، يعني انا معايا اشياء بتاعتي على ذمتي على اسمي، انا بنتدبها لتعبر لله وتبقى الطاقة بتاعتها فعالة عند مين؟ عند الله. عشان كده سموا العطاء ايه؟ انتداب. ده المندوب بتاعك لله. ايه قصة يوم الانتداب؟ جه داود بعد كده فترة ورجع التابوت بعد غياب 70 سنة، عمل ايه؟ قال لنسان النبي، اسمع نسان النبي، انا مش عاجبني الوضع ده، انا مبسوط ان ربنا رجع تابوته بعد غياب 70 سنة، بس انا بصراحة مش مرتاح ومش فرحان. قال له مالك يا داود في ايه؟ قال له معقولة انا داود اللي كنت برعى شوية الغنمات وربنا عملني ملك، انا اسكن في قصر من ارز وتابوت الله يبقى ساكن في شقق؟ شقق يعني ايه؟ خيمة. قال له طب يا داود هو ربنا اللي طلب كده؟ طلب من موسى كده؟ قال له طلب من موسى كده عشان وضع معين. قال له ايه يا داود؟ قال له انا فاهم روح الشريعة. قال له ايه روح الشريعة؟ قال له احنا كنا طالعين من ارض مصر وجايين ندخل ارض كنعان، ازاي هيسكن في هيكل واحنا لسه ما دخلناش ارض كنعان؟ هنشيل الهيكل معانا في كل مكان. لكن ربنا قال له اعمل خيمة للاجتماع علشان تتفك وتعمل ايه؟ وتتشال تمشي معانا. لكن احنا دلوقتي وصلنا الارض كنعانة التي تفيض لبن وايه؟ وعسل. وربنا طرد من امامنا كل الاعداء وادانا نصرة عظيمة. اسمع يا نسان النبي، قال له قول يا داود. قال له احنا دلوقتي ساكنين في ارض الموعد، ربنا ما يمشيش معانا في كل حتة، امال ايه؟ قال ربنا يبقى ثابت في مكان واحنا اللي نمشي له. احنا كبرنا، طفلك وانت وهو صغير انت تشيليه
تمشي بيه. ليه؟ لانه طفل، طفل مش عارف. فانت تساعديه بكره وبعده يكبر وهو اللي يعمل ايه، هو اللي يشيل. قال له احنا وصلنا لارض كنعان، انا عندي حلم. قال له ده انت لسه عندك احلام تانية يا اخوي، ده انت حججت اللي ما حججوش حد. في يا داوود ده انت النصرة والبركة وكل الممالك اللي حواليك خضع عليك، وانت صنعت اورشليم، دي ما كانتش بلد عملتها بلد، وانت اسسته، الفت لك 30 40 50 60 70 80 90 مزمور، والناس كلها بتغني الغناوي بتاعتك في شعب الله وفي الامم الاخرى. يا داود انت لسه عندك حلم ما حججتوش. قال له ايوه. قال له ايه الحلم اللي عندك؟ قال له انا عايز ابني بيت لمين؟ لربنا. قال له افعل كل ما بقلبك وانا معاك. نسان النبي راح صلى، جي ربنا بعت له رساله قال له داود مش هتنفع تبني لانك انت رجل دم، انت جهزت وهيأت. وعلى فكره انا هفرحك برضه، هيطلع ابنك من صلبك هو اللي يعمل ايه؟ يبني البيت. وبرأوا ربنا من قصة المباني دي، ما تبنيش انت. ربنا قال له مش انت اللي هتبني. فرح داود وقال ابني هيبني البيت، ابني هيبني البيت. خلاص يا داود كده خد لك ركن، خلاص انت ربنا قال لك مهمتك انتهت. قال لا، مهمتي ما انتهتش. ابني ده صغير وغاض، الحلم اصلا حلمي. اسمع بقى، انا لازم اجهز لابني كل حاجة علشان ابني لما يطلع يقدر يعمل ايه؟ يبني البيت. حلوين الاباء والامهات اللي يجهزوا لاولادهم ويمهدوا الاولاد. لا بنتي لازم تتعب زي ما انا تعبت، انا معايا بس لازم اخليها تتعب. يا اختي شنو الصليب عليك وتتعبيها ليه يا اختي؟ ما تخليهاش تبتدي من حيث ابتديتي، خليها تبتدي من حيث ايه؟ انتهيتي. الام الشاطرة هي اللي تخلي ابنها وبنتها ما يتعبوش زي ما هي ايه؟ تعبت. لكن تديها كل ما عندها وما تبخلش عليها. ليه؟ مش على فكرة فلوس بس، لا الفلوس دي حاجة مهمة، لكن تديها خبرة وتديها احلام وتديها اماني وتديها دفعة وتديها تعضيد ومحبة الناس اللي حواليها. هوريك دلوقتي داود ازاي سلم حلمه لابنه على اساس الحلم يعمل ايه؟ الحلم يتحقق. ومن اروع ما يمكن، واوعي تفهم الكلام ده غير كده، انا بقولها لك وده رايي ممكن يطلع غلط بس براحتك براحتك راجعي. من اروع ما يمكن ان احقق احلامي في مين؟ في ولادي. اوعي تفتكر ان ده تسلط. في ناس تعملها بطريقه غلط، بس مين قال لما حد يعمل حاجه بطريقه غلط ده بينفي ان فيه الصح؟ لا طبعا. ربنا لما يديك حلم وانت مش قادره تحققيه، سعد بنتك وابنك يعملوا ايه؟ يحققوه وتبقي فرحانه. عمل ايه داود؟ راح لامم كل اسباط اسرائيل. جمع داود كل رؤساء الاسباط ورؤساء الفرق الخادمين، رؤساء الالوف والمئات ورؤساء كل الاموال والاملاك وبنيه والخصيان والابطال، كل الناس الى اورشليم. وكان داود الملك خلاص الحروب هدت حيله وتعب، ما بيقدرش يقف خالص، وكان جسمه بيرتعش. لكن داود سند روحه كده وراجل كبير بقى والمحارب العظيم، وقف كده وسط الناس كده وقال لهم اسمعوني يا اخوتي وشعبي، وقال كلمة احب تحط تحتها خط. كان في قلبي، كان عندي حلم، كان في قلبي ايه؟ اشتري البيت اللي انا مأجراه. كان في قلبي اغير العربية الى اوتوماتيك. كان في قلبي اخد شاليه في مارينا. كان في قلبي اسيب شبرا واروح مصر الجديدة ولا التجمع. كان في قلبي اروح اغخان بدل ابو طاقية.
كان في قلبي. إيه اللي كان في قلبك؟ كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت إلهنا. أنا كنت عايز أبني بيت لله. عندي حلم وربنا منعني إن أنا أحقق الحلم. بس مش معنى إنه منعني إن خلاص ماليش دور. ده هو اداني أنا الحلم. ومن كتر ما قعدت أصلي له وأقول مزامير وتراتيل قعدت كده أصلي، فربنا كلمة من أغرب الكلمات ويغدي الوقت. المعنى أصلا غريب في الكلام الأصلي باللغة الأرامية. يقول الله أراني كل شيء بالكتابة علي بالروح. إزاي كتب الله عليه بالروح؟ مش عارف. الآية غريبة. ربنا كتب عليه، كتب جواه، حفر جواه الشكل بتاع الهيكل. المكان شكله ايه وتقسيمته ايه وتوزيعته ايه ويمشي ازاي. بالكتابة علي بالروح. كتب ايه داود؟ قال اداني الحلم واداني التفاصيل بتاعته، بس منعني ان انا اعمل ايه عشان انا رجل دم. بس ربنا قال لي ابنك الخارج من صلبك هو اللي هيبني البيت. طب ابني ده صغير، صغير وغض عضم طري يعني. عشان كده انا جامعكم النهاردة اقول لكم انتوا تحفظوا وصايا ربنا، وانت يا سليمان ابني اعرف واعبد. اعمل ايه؟ اعرف اله ابيك، اعرف الاله اللي عمل ابوك ده، لانك انت مسكين وزي حالاتي. بالمناسبة دور الام في حياة سليمان، حد يعرف؟ حجيس؟ حجيس اسمها؟ لا بالشبع. حد يعرف دور بالشبع؟ تعرفوا قصته؟ ليه وانت مش عارفها ليه يا اختي؟ واقولها لك انت ليه ما انت تعرفيها انت؟ حاضر حاضر نسيتها اقولها لك. ما كانتش ايه؟ وليه يا اختي ما تصاحبهاش؟ يعني تصاحب دي ودي ودي وتسيبي بالشبع بتاعت الكتاب. لا عايزين نصاحبها. الوقت اللي داود فيه عيه وترعش كده وضعف، اللي حصل أدونية راح ترفع وقال املك، وجاب الناس اللي بيخونوا مين؟ ها داود، وخلاهم معاه. فراح نسان النبي جلب الشبع، قال لها انت مش دريانة باللي بيحصل؟ قالت له ايه اللي بيحصل؟ قال لها ده أدونية راح يملك، وجمع معاه يواب ابن سراوية، وجمع معاه ابي يسار الكاهن، وخلاص ناوي يملك. وقاعدين دلوقتي في جنوب، في الجنوب عند كده مكان كده جنوب اورشليم، وبيجهزوا وجايين عشان الملك داود. انتهزوا فرصة ضعف داود وهيعمل الاتي، هيملكوا. قالت له طب اعمل ايه انا مش عارفة؟ قال لها انت لسه يا اختي هتناقشيني هعمل ايه ومش هعمل ايه. خشي خشي على داود. قالت له ما طلبنيش. خشي على داود دلوقتي واسجد قدامه وقولي له، وهو عيان كده، عارفة داود وهو عيان يقدر يغير تاريخ المملكة. قالت له ازاي؟ قال لها خشي على داود واصرخ اول ما تسجد وقول مش انت حلفت بالرب الهك ان سليمان ابني هو اللي هيملك؟ هل انت قلت الأدونية انه يملك؟ قال لها خشي قول الكلمتين دول. جات وبعدين قال لها خشي دلوقتي ما فيش وقت، وندخل وراك وكمل كلامك. خدت الكلمتين ودخلت لمين؟ لداود. وركعت قدام داود سيد وقالت له يا جلالة الملك يا داود، مش انت قلت لي ان سليمان ابنك هيملك؟ هل انت ملكت أدونية ومش عارفة تكمل كلامها؟ دخل نسان وقال له، قال له مين؟ قال له نسان النبي. قال له يا نسان، قال له انت فعلا ملكت أدونية وانت ما عرفتش نسان النبي انه كتملك؟ قال له لا لا ما حصلش الكلام دوه. قال له ايه اللي بيحصل؟ قال له الموضوع كت وكت وكت وكت، ونسان اسمه ده أدونية جمع يواب ابن سراوية خانك وبيسار خانك، ودلوقتي العملية هتبوظ. قال لهم طب بصوا انا اورشليم دي حفظتها زي اسمي. هم فين؟ قال له هم في الجنوب. قال راحوا عشان ايه صوتهم ما يبانش هناك. طب اسمع، خد انت صدوق الكاهن، وخد يهويداع رجل قوي كده زي يواب،
وانزلوا بصوا 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 انزلوا ايه في الحتة الشرقية دي جنب ايه جنب بيت الملك على طول, خليه يصب عليه ايه الدهن ويمسحوا ملك وهتهولي بسرعة على بلت ما التاني جاهز ويجي المشوار الطويل تكون انتوا خلصتوا الحكاية. وعملها داود وهو عيان وملك مين واول ما داود يقول كلمة الشعب كله يمشي ايه, التاني كان فاكر انه خلاص راح في غيبوبة وانتهى, وفعلا ساعتها ملك مين ملك. وكان دور عظيم لمين اللي بتشبع, لمين اللي بتشبع الام. تعرف الام اللي تدخل تصلي وتصرخ كده حتى لو مش عارفة تقول ايه, لكن ربنا يحط في قلبها سجود وصرخة, يا ما الله اقام ميت لاجل امه اللي بتعيط, وشفى ابنة لاجل امها, وانقذ اولاد من اللعنة لاجل امهم. يا ما الله استخدم الام في تربية القديسين زي حنة اللي ربت مين سموائيل. وسليمان لما ملك كان جزء من سبب الملك هو مين, هو امه. جه داود قال له اسمع سليمان, قال له قال له عايزك تعرف اله ابيك, انا كنت زيك ابن منبوذ من اخواتي وانت ابن منبوذ. قال له ليه؟ قال له علشان انا اللي اخطيت يا ابني مع امك في الاول, والابن الاول اللي اتولد من بس شبع ربنا ايه سمح انه يموت علشان ما يفضلش شوكة في ظهري, عشان ما يفضلش تعب لحياتي. لكن ربنا لما لقيني توبت يا ابني اداني من نفس الرحم ومن نفس المكان اللي انا اخطيت فيه, اداني ابني ووعدني انك تملك. اسمع يا سليمان انا عارف صعوبة حياتك, اسمع انا عايزك تعرف اله مين. انا اخواتي برضو ما كانوش راضين عني, واخواتي ما كانوش فرحانين بيا, واخواتي كانوا بيتريقوا عليا, واخواتي كانوا مبعديني عن الحياة العامة, لكن انا ربنا اختارني. وانت يا حبيبي زي ما ربنا اختارني ربنا اختارك, اعرف اله ايه ابيك. بس اعبده, مش كفاية انك تعرفه, تعرفه نمرة اتنين تعبده, عايزك تعبده بحاجتين, قلبك يبقى كامل مع ربنا, ونقطة تهمني على الاخر نفس راغبة. نفس ايه؟ تعرفي امتى ربنا يعمل معاك اللي انت عايزاه؟ لو انت بتعبد ربنا بنفس ايه راغبة. يا ستات اتخيلي جوزك واقف معاكي, ولا ايام ما كان خاطبك واقف معاك, يلا احكي خلصي قولي يلا قولي يلا خلصي, ومعدية واحدة احلى منك شوية ويعملها ازاي, فلانة 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 زي هكلمك هكلمك, وبعد كده يرجع لك ايه احكي كملي خلصي, تقبليها على كرامتي صعبة ولا سهل؟ تفتكري لما نقعد قدام التلفزيون وتجزجز اللب وتعمل ومستنية الحدث بشغف كده, واول ما تيجي الكنيسة يا ابونا ما تخلص بقى, الوعظ ده عمال يلك 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 ما يخلص بقى, وتبقي في الصلاة اسم الصليب لما حد صاحبتك بتكلمك تاخدي راحتك خالص معاها, ولما طبيخ اتحرك مش مشكلة دي بقى اتكلم مع حبيبتي لكن لما تيجي تتكلمي مع ربنا عايزة تعملي ايه؟ يزعل ربنا ولا ما يزعلش؟ عارفة ده دليل انك ما تعرفهوش, لانك لو تعرفي ربنا بجد ربنا يتحب ولا ما يتحبش؟ عشان كده قال له اعرفوا الاول, اعرف اله داود ابيك, واعبده بقلب كامل ونفس ايه راغبة, وتشدد للعمل لان العمل اكبر منك. العمل ايه؟ اكبر منك. قال له ايوه يابا. قال له بص يا سليمان قدام كل الناس دي. قال له ايوه. قال له انا عايز اسلمك دلوقتي, لسه يا اختي مش عشرة وما تقوليش تاني كده بصوت عالي, عايزه تقوليها قوليها بصوت واطي. قال له خد التفاصيل بتاعت البيت قدام الناس, وراح مسلمه ايه مسلمه ايه تفاصيل الرسم الهندسي بتاع ايه بتاع البيت. قال له اسمع سليمان. قال له ايوه. قال له المذبح. قال له ماله؟ قال له المذبح بتاع موسى كان عامله طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع وارتفاعه 3 أذرع. قال له انا عايزك تعمل مذبح 20 ذراع في 20 ذراع وارتفاعه 10 أذرع, ذراع نص متر.
يعني المذبح هيعمل ايه؟ هيكبر. ليه؟ لان الانسان اللي لسه في البرية ماشي في البرية مع الله قيمة الصليب عنده لسه محدودة. الانسان اللي دخل ارض الموعد لازم قيمة الصليب عنده تعمل ايه؟ تكبر. قال له احنا عايزين هيكل شعب الله هيعبد فيه. الشعب كان لسه يعرف الله معرفة جزئية لانه لسه طالع من ارض مصر من العبودية ولسه ماشي في البرية لسه ما استقرش. اللي استقر ده لازم الذبايح تبقى كتير لربنا ويقدم كلام كبير لربنا ويفهم ان الصليب قوته عظيمة جدا جدا تتضاعف قيمة الصليب. امبارح كان عيد الصليب. انا احب كل واحدة تدق الصليب على ايدها والدق ومن هنا واحب كل واحدة تعلق صليب. انا ما احبش اللي ما بيعلقوا الصلبان احب اللي بيعلقوا الصلبان واحب احنا عندنا الصلبان على بيوتنا في الصعيد بنعملها بالطوب البارز على بيوتنا ونكتب الله محبة. ايوه الصليب ده علامة ورايه لازم نفرح بيها لكن لازم كمان نفهم معنى اعمق لايه للصليب ويتضخم الصليب عندنا ويكبر الصليب ندرك ابعاد جديدة في الصليب. في كل مرة انت بتستحملي خطأ حد في حجك وانت مالكيش ذنب وتستحملي بحب الالام نتيجة اخطاء غيرك انت بتشارك في ايه في صليب المسيح بتعيشيه. مين اللي عمل الخطية انا ولا ربنا؟ مين اللي محتاج لمين؟ انا اللي محتاج لربوبيته ولا هو اللي محتاج لعبوديتي؟ انا مين الكبير ومين الصغير؟ لا بقول لك ايه انا ما اروح لهاش ابدا ولا صلاحها ابدا. هي عيلة صغيرة تيجي هي تبص على راسي وتصالحني. طب بص الكبير جاي للصغير عشان يعمل ايه؟ مين اللي دفع ثمن الغلط انا ولا هو؟ هو اللي دفع. بقول لك ايه ارجوك لو سمحت. في ايه يا ماما؟ ما تستهونش. ما تستهونش بايه؟ ما تستهونش باللي شفته منها واللي شفته منه. ما تستهونش بالتعب والألم اللي وجعوني بيه. ما تستهونش. طب اسمع المسيح عمل ايه؟ يقول احتمل الصليب بصي مستهينا بالخزي. ماله؟ رد علي رد يا بتاعك ما تستهونش. رد يا اللي بتقولي ما تستهنش بالتعب والجرح والألم. اهو المسيح حبا فيكي وفيا وفي اولاده وبناته اللي عملوا الخطية احتمل الصليب مستهينا بايه؟ القدوس اللي الملائكة تتكسف وتغطي وشها امامه كان عريان على الصليب. العظيم الممجد وجهه اتلطم وظهره اتجلد ولم يستر وجهه عن خزي الايه بالبلد. تفف ايه؟ تفف وشه واحتمل. ما تقوليش ما تستهونش لان المسيح في حبك استهان بالخزي. استهان بالخزي. عايز الصليب يكبر ما يصغرش. كنا زمان في المؤتمرات انكار الذات حمل الصليب اتناسى الصليب. كان عندنا ترانيم كتير عن الصليب زمان. دلوقتي الترانيم اللي طالعه لا فيها صليب ولا فيها الأبدية. كانت الست زمان القديسة وجثة بيضربها ويطردها وتبات على باب الشقة. فاكرين الخبرات دي كنت تسمعوها زمان؟ يقول ما روحش بيت ابويا اقعد في بيتي عشان خاطر ولادي. فاكرين الكلام ده؟ دلوقتي الست اسمه الصليب. احنا الرجال عايزين نطالب بالمساواة مع المرأة الايام دي عايزين ناخد حقوق الرجل دلوقتي. ما ينفعش الكلام ده. عايزين نرجع لحمل الصليب. اعرفي حقوق بس اعرفي حقوقك دي تعمل منك امرأة اجتماعية رائعة. لكن الانسان الروحانية اللي بص على مين يحب اكتر الرجل ولا الست؟ على فكرة لا الرجل ولا الست، اللي فيه المسيح اكتر. مين اللي يغفر اكتر؟ اللي فيه المسيح اكتر. مين اللي يعطي اكتر؟ اللي فيه المسيح اكتر. مين اللي يسامح ويتعب اكتر عشان الاخر؟ اللي فيه المسيح اكتر. خلي المسيح فيك عظيم. ونفسي المذبح يا سليمان يبقى بدل ما 5 × 5 × 3 يبقى 20 × 20 × كام؟ في 10. قيمة الصليب تكبر. قال له قول يا ابا عايز ايه تاني؟ قال له عندنا كم مرحضة؟ ها كم مرحضة؟ قال له عندنا مرحضة واحدة. قال له عايزين نعمل 10.
خمسة وخمسة، وعايزين في النص بقى أكتر قطعة ذكرت في الموقع ده واخدة نص إصحاح أو إصحاح إلا ربع كامل، اسمها البحر. اسمها إيه؟ البحر. إيه قصة البحر دي؟ اللي هو المرحضة الكبيرة كان عاملها الشفة بعد تعيتها تخانتها كده شبر، وعملها ارتفاعها خمس أذرع زي المسبح، وعملها خمسة كم 30 المحيط بتاعها، وكمان رفعها لفوق وحطتها على 12 صور. 12 ايه؟ صور. 3 ترن شرق وثلاثة غرب، وش 3 كده بحري وثلاثة غربي، وكانت المية تتحط فوق والحنفيات تبقى في بوج الايه؟ السيران ياخدوا منها. ليه الكلام دوه؟ عايزين نقول زي ما هو قدم ذبيحة عنا، احنا كمان هنطهر حياتنا بناء على ان احنا نقدم انفسنا ذبيحة لمين؟ لله. كان في ايام موسى يا جماعة في قصة للمرحضة. المرحضة كان بتاعت الستات بس. اشمعنى الستات المتجندات في خيمة الاجتماع؟ افدت شنطة اي واحدة ست منكم ها الاقي فيها ايه؟ مراية يا اخت. لازم ما انت معاك التليفون ابو مراية. بص معايا ايه اللي يحصل. كانوا الستات زمان معاهم مرايات، بس المرايات ما كانتش ازاز، كانت معموله من نحاس مصقول، وكل واحده تبص كده وتظبط الحته دي كده وتظبط الحته دي كده وتعملي مش عارف ايه. لازم الست معاها المرايه بتاعتها عشان تظبط شكلها على مزاجها. جمعوا الستات كده كل المرايات اللي معاهم، وكان اجتماع السيدات في ابو طاجيه، راحوا قالوا يلا يا ستات يلا عايزين نعمل حاجه مخصوصه، وراحوا البصلائيل اللي بيعمل خيمه الاجتماع. قال اسمع بصلائيل، احنا عايزين قطعه تبقى بتاعتنا. قال لهم انهي قطعه؟ قالوا المرايه النحاسيه. خد المرايات بتاعتنا كلها، واحنا مش هنظبط ايه شكلنا على هوانا، امال ايه؟ بص هنطهر انفسنا في سلوك المسيح. يعني الكلام ده قال اعمل من المرايات بتاعتنا المرحضة. ليه؟ لان انا بعد كده مش هبص في مرايتي واقول كده صح وكده غلط وكده حلو وكده وحش، لكن هبص في المسيح واقول كده صح وكده ايه. مش هقول احب اللي تحبني واللي ما تحبنيش ما احبهاش، لا احب اللي تحبني واحب عدوتي. هظبط شكلي في مرايتي اللي هي مين؟ المسيح. انا ما غلطتش، انا ما غلطتش، انا مش مسامحاها ومش هسامحها، مش هسامحها عشان هي وحشه وتستاهل، ده مرايتك انت الشخصيه، لكن بالنسبه للمسيح ده غلط. انت تسامحيها هي غلطانه وانت اللي تسامحيها علشان تبقي ظابطه نفسك على مين؟ على المسيح. ده كان في ايه؟ في موسى. هنا بقى اعظم واعظم، هتعملوا ايه؟ هنرفع المرحضة على السور. يعني ايه؟ هقدم نفسي ذبيحة واقول مع المسيح ايه؟ صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيى. هعيش على مستوى التمن اللي اتدفع ايه؟ اللي اتدفع فيه. ده قال له ده البحر، قال له قال له اسمع يلا، قال له ايه؟ قال له في كم منارة في خيمة الاجتماع؟ قال له واحدة. قال له عايزين 10، 5 من هنا و5 من هنا. مين معاها كشكول؟ كشكول كراسة. عارفة الكراسة ام دبوس بتاعت زمان؟ واحدة تديني كراسة، واحدة تديني قلم. كلكم عايزين تدوني قلم طبعا. عايز الكراسة، كراسة بسرعة يلا. هات القلم. عايز كراسة من ام دبوس الفقيره دي، اوعى تكون من ام سلك. ايوه هي دي الغلبانه دي، ام جنيه ونص في السوق. الصوم ده كم يوم؟ الله ينيح نفسك ويمتعك في السماء ابونا جبرائيل اللي حببني في الكتاب المقدس. الصوم كم يوم؟ كان يجينا كده وكان يتكلم عربي بالعافيه، يعني اسم الصعيد كله صعيدي. يا واه يا بيه. الصوم ده كم يوم؟ نقول له 55 يوم يا ابونا. قال له عايزك تجيب لي كراسه وتجيب لي ايه؟ قال واللي معهوش فلوس يا ولاد يجي ياخد من ابونا جبرائيل. قال له تعمل ايه؟ قال له ها تفتح كده يا ولد، كل يوم تقرا لي اصحاح، كل يوم تقرا لي ايه؟ اصحاح. ليه يا ابونا؟ يقول يا ولد اكتر حاجه ابونا يديها لك في الصوم الكبير المسيح سمعنا 40 يوم و40 ليله كل يوم تقرا صح. يقول لك تحفظ ايات. ليه؟ الشيطان كان بيجرب المسيح في ال40 يوم، كان يقول له مكتوب مكتوب مكتوب، اسم الصليب عليك تقولي العفاريت بتتنطط في وشي. عايزه الملائكه تيجي حواليك وتخدمك؟
زي المسيح بعد التجربة الملائكة جت حواليه عمل ايه؟ امتلأ بالروح القدس وكان مليان بكلام الله، دخل التجربة طلع منتصر، والملائكة بتعمل ايه؟ بتخدم. لازم الكلمة، لازم نمتلي من الكلمة. قول له يا ابونا كل يوم يا ولد تقرأ الاصحاح، نقرأ بالترتيب يا ابونا، ومال يا ولد تعرف لك سفرين ثلاثة، نقرأ اصحاح من كل سفر، ومال يا ولدي يبقى لك في كل سفر اصحاح معروف. انا عايزك تقرأ اصحاح بصوت عالي وتكتب يا ولدي، تكتب. اكتب ايه؟ قوله بقى معايا، قوله معايا. اول حاجه تكتبها، ها طلع لي من الاصحاح ده، قوله معايا، قوله قوله اقول لما اخذها، قوله معايا وعد، قوله معايا وعد، وبين قوسين تكتبوا هناله، قوله. مش نكتب وعد وبس، تقولي وعد وهعمل ايه؟ هناله. نمره اتنين بسرعه، ها اكتب من نفس الاصحاح، قولي معايا، قولي وصيه هنفذها، قولي تاني وعد هناله وصية. طب يعلم الله، يعلم الله، يعلم الله اللي ما هتقول معايا هجت رجاها تقول معايا، ويمكن عيط لها كمان واصعب عليها. قولوا معايا ها وعد، للدرجة دي خايفين اجي رجت رجاكم ماشي. قولوا معايا وعد هناله وصية هنفذها بسرعة عشان الوقت، ها تدريب. قولي معايا تدريب هعيشه. وكان دايما يضرب يربط الوصية بالتدريب، يقول الوصية احبوا بعضكم بعض، تيجي في التدريب تقول له يا رب مش طايقة ابويا، مش طايقة جوزي، خليني احب بنت عمي فلانة بالاسم، بالايه؟ بالاسم. يا رب بقول لعيالي كلام مش كويس، والبنت تخنت اقول لها يا والواد مش ذكى اقول له يا يا رب مش عايز اقول الكلمات دي، واكتب الكلمات عشان التدريب مش مجرد وصيه، التدريب تنفيذ عملي. اخر واحده قوليها معايا صلاه، قولي معايا صلاه، ربنا هيستجيبها لي، ربنا هيستجيبها لي. كم واحده دول قولهم معايا، ها قول اول واحده وعد، اللي جنبها واحدة مش بتقول تشجعها، ها لا مش توجع قلبها، شجعيها بس ما صدقت تقولي معايا ها وعد هعمل ايه؟ هناله، ها وصية هنفذها، ها تدريب هعيش، وصلاة ربنا اخر الصوم يبقى معايا كام؟ 55 وعد خنلتهم، و55 وصية ايه؟ ها نفذ، و55 تدريب عشتهم، و55 صلاة. بعد 10 سنين جبت لابونا 10 كشاكيل، كان عندي كم وعد؟ 5000. صدقيني باين عليك ادبي، ها 550 وعد خنلتهم، و550 وصية نفذ. ايه رأيكم؟ بجيت كل ما اجيب له كشكول يديني هدية. جيت في السنة الرابعة قلت وليه 55 يوم؟ عشان ده خزين السنة ايه كله. مهم مهم، بيتك ياما سمعك وانت بتتخنقي مع جوزك، الحيطان بتاعت بيت، الهوى ده ياما شافك وانت بتعيطي وبتعملي حاجات مش كويسة، بيتك عايز يسمع صوت الانجيل في بيتك، لم عيالك واجري معاهم الكتاب المقدس في الصوم بصوت عالي، تقول لي ده فات نص الصيام، يبقى كل يوم اجري صحيحين، واحد الصبح واحد بالليل، وطلع الكشكول ابو 55 ده. ايوه ايوه، بيوت صلاة، عايزة بيوتك يبقى بيت طهارة وبركة، لازم الأول يبقى بيت إيه؟ بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. صلي مع جوزك، ده أنا لو قلت له نقرأ الإنجيل سوا ده أنا أشبع تريقة، وماله يا أختي سيبيه يتريق عليك، شوية شوية يعلم الله وهيتكسف وهيجي معاك. ابدعي وابتدي صلي واعمل كده. قال له عايزين 10 منارات، عايزين المعرفة تزيد، وعايزين 10 موايد عشان الشبع يزيد، واداله الرسم. بس الرسم لا، اداله الرسم واداله الوصية، لكن اداله حاجة تاني، اداله رصيد. اداله كم رصيد؟ وقف الرجل داود ده في يوم الانتداب قال له اسمعوا، انا اديته الرسم الهندسي قدامكم. قال له ايوه. قال لا ده انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بقالي كام سنه ملك؟ قال له 40 سنه، وبحارب بقالي كام سنه وغنايم كتيره. قال انا دلوقتي يا سليمان، تعالوا يا لويين، تعالوا يا كهنه، خدوا الرصيد ده، وزن 3000 وزن الذهب، الوزن 36 كيلو، مين معاها ذهب؟
يختص من الصليب مش بتسلم على الناس كده, بتسلم عليهم كده عشان يشخللوا, ومسكال الصليب عشان تجيل ورايحة جاية بيه كده قدام صدرك. ليه؟ عشان كله يشوف. وده بإطالة 24 ماشي. ده الدهب ما بجيش بالجرام ولا بالكيلو, ده بيجي بالطن. 3000 وزنه في 36 كيلو و 7000 وزن فضة. والنحاس بقى بلا عدد وقال له اسمعوا, صموئيل حارب وعنده غنايم دفعتها لبيت الله, وغنايم شاول لبيت الله, وغنايم يواب لبيت الله, كل الغنايم اللي في البلد هتبقى لبيت الله تنتدبوا. قالوا له اشمعنى انت؟ الرؤساء طلعوا 7000 وزنة و10000 درهم, وطلعوا 10000 وزنة فضة, ودوا كتير بسخاء بسخاء بسخاء, لان البيت ده واحد من احاجيب الدنيا السبعة. عايزين يكون ربنا غالي وعمل ربنا ايه. على فكرة بالمناسبة ما يهمش ربنا بيته يبقى ذهب ولا فضة, ده ربنا بيعمل كده عشان نحنا. الذهب ربنا خلقه في قلب الطين, احنا بنكتشفه فين؟ في الطين. لكن ربنا يهمه انه احنا داخلين بيته نحس بغلاوة المكان. عشان الوقت مش هكمل, بس اقول لك على فكرة صغيرة, احنا واحد من مردات الصوم طوبة جاهزة جاهزة للعطاء. عندك عطاء لازم اليومين دول تدوا. وبالمناسبة بالمناسبة جهزي أكلة حلوة كده وما جيبهاش كنيسة. لو أنت محتاجة أكلة تعالي الكنيسة تديكي. جهزي أكلة حلوة أنت وبنتك وابنك, وروحوا خدوا من أبونا اسم واحدة أرملة غلبانة, وخلي ابنك أو بنتك تعمل إيه, ها, هي اللي تجهز. وعلم ابنك وبنتك إيه, ها, العطاء. علميهم كل 10 تطقم يطلعوا طقم لمين, ها, لربنا. وخلي الواد والبنت الصغير يجهز وهو اللي يديه بإيده, عشان تبقى بتشارك في خلاص ولادك من صغر. طالعين مش حنينين عليك ليه؟ لأن ما علمتهمش الحنية على مين؟ على الفقير. آخر حاجة أحكيها لكم بسرعة قبل, انا عارف ان الميعاد الساعة 10 بسرعة. كنا بنوضب كنيسة العدرة في قرية في الصعيد, وكان في دكتور من القرية دي فتح مستشفى تخصصي في المحافظة وغني, وكان عنده واحدة بيعالجها. المهم مشاها لانها تموت, كلام ده كان سنة 81. المهم فسمع من دكتور مسلم ان العدرة عملت معها معجزة. جي الدكتور ده الكنيسة, والكنيسة كانت نهضة العدرة كنا بنوضبها, تابوا شوية عربجية شوية ايه عربج. العربج اللي بيربي حصان تلاقي الحصان كل شويه كده يتنفض, لان الحصان بيعيش معاه البرغوت. فاسم الصليب تلاقي العربجيه بتوع الحصننا بالذات مبرغطين. فدخل الدكتور دوه, دخل الدكتور ده علشان يحضر الكنيسه في النهضه لما سمع بالمعجزه. فدخل جه حظه جنب مين؟ العربج. وشوي ابونا كده قال له استاذ عادل صلي لنا صلي لنا. ما الدكتور ده كان دفع 30,000 زمان, دي كانت شغلانة كبيرة وجابها الكنيسة كده. قال لسه هيطلع تعبان دلوقتي, بص بشوية لقينا الدكتور ابتدى يعمل كده وكده وكده وطلع. قال لي تعالى معايا نخفف الموضوع. المهم رحنا كده, ما تعملوا مش معي اخوة رب وحديهم, وزعل جو من القصة دي. ودخل وفعلا كتب لنا على مرهم, وجسمه كله كان منجط كده من كتر البراغيد وتعب. سمع بالمعجزة فجيء اليوم اللي قبل الأخير عند العذراء. قبلها كان في كاهن كبير جي من بحري فعزمه وعزمنا معاه. كان ساكن في الدور ال17 وال18 وال19, ثلاثة عاملهم فيلا كده, ربنا موسع عليه. قال أنا سامع أنكم بتلموا الحياة لإخوة الرب. قلنا له أيوة أيوة, بنجهز مكان وتغسلوها وتكوها وتوضبوها وتخلوها حلوة وهاتوا حياة جديدة. طب اتفضلوا معايا. وخدنا كده فوق عنده في أوضة النوم. اسم الصليب ما عندوش دولاب زينا, عنده أوضة للملابس دريسنج روم. دخلنا جوا وراح حاطط ايده كده, قال شيلوا البدل دي. كل بدلة بقميصها بكرافتتها بالمنديل بتاعها بالجزمة بالشرة. ابونا قال له يا باشا يا دكتور احنا كلنا الناس بتلبس جلاليب, ما ينفعش الحقيقة. قلت له اسكت يا ابونا, حلو هاخدهم يا دكتور. رحت واخدهم. جي راجل من العربجية دول قال له يا ابونا اتجوزت وخطبت بالجلابية واللاسة, نفس العدرة تجيب لي بدلة, عايز البس بدلة. طالب من العدرة قال له لسه جايين, خد يا ولد خش خد لك 3-4. قلت له واحدة بس. قال له حاضر. دخل خد واحدة بس. بيجينا في كل ايام النهار نصلي نرنم نوعظ اسم الصليب, ما مش معانا الرجل ده ساح كده. يا اشكرك يا عدرة لبستيني بدلة. لما الدكتور ده الرجل المسلم ده حكى له تاني على المعجزة, جي حضر اليوم قبل الاخير في النهضة. شكرا يا مام. فجه يعلم الله, اوريكم بيعمل ايه. يعلم الله المنظر ده شفته بعين. بصي يجي يدخل كده ويبص قدام الناس كده يقول لا ما بعرفش لا ما بعرفش يعمل كده.
وقعد يدور على حد لابس زيه كده لغاية ما لقي راجل لابس بدلة من البدل اللي ايه اللي هو بيلبس منها. قال بس اقعد جنب ده، وقعد جنبيه. وابونا حط ايده على رجله قال لي بص ومش ملك روح. والدكتور عمال يبص فيه، الوش ده انا شفته فين قبل كده؟ الوش ده. وافتكر الدكتور جسمه هجمة والواد ده جسمه هجمة وطلع مجاسه وبيجي يعيط. وطول الوقت قعدنا وشفنا الدكتور مبوط فيه بعد كده، ويصلي الدكتور ويعيط ويبكي ويقول يا رب انا للدرجه دي مقصر وخاطئ. بقى لما اديت شويه هدوم زحمين الدولاب عندي خلتنا اختار الشخص اللي انا داخل ومصر ان ما اقعدش جنبه. يعني خلتني اختار الشخص اللي انا رفضه بالعطاء. صدقوني بالعطاء الناس اللي مش عاجبنا هيعجبونا ويبقوا نجوتنا واختيارنا. داود بالعطاء شجع الناس واعطوا الناس، وسليمان عمل الهيكل مكان التابوت. وعايزين حضور الله في حياتنا يبقى واضح وحضور الله يبقى عظيم. سلم عيالك المسؤولية وسلميهم الامانة وسلميهم الخدمة، تبقي امة رائعة. وربنا يخليكوا لينا امهات عظماء فضليات. وان كانت شرف جنسنا مش رجل، شرف جنسنا كان ايه؟ امرأة. هي مين؟ امنا العذراء مريم. يخرج من احشائك بركة عظيمة لكل الناس. وكل سنة وانتم طيبين ولله.